نعم صحيح. طب معذرة يا دكتور محمود، يعني إذا كانت، إذا كنا حضرتك قلت عبارة الحقيقة أحب أتوقف عندها، عبارة موقرة، قلت حنان، قلت أن الزواج حلال، محدش اعترض على الحلال، لكن التأدب مع فكرة الزواج والتعدد لازم تبقى مسببة. يعني ما اجيش اتزوج كام وعشرين واحدة في واجي اقف واقول ان انا كده بطبق الشرع، اعتقد انا كده ابقى ما بصيبش الشرع، ابقى بسيء الى الشرع. لا هو كان احنا بنتكلم على الزهد في الحياة، والشيخ اصلا عاكف على ابحاثه وعلى وقته. هل عنده الوقت؟ خلينا نكون صريح معاه. صحيح. هل عنده الوقت للزوجة الاولى اصلا؟ صحيح. يعني الواحد بيحس بتقصير ناحية اهله بسبب انشغاله في التأليف وفي البحث وفي عمل مناهج علمية لطلب العلم وكده يعني، وزوجة واحدة يدوب، فما بالك هم ما يكون أربعة؟ ما هيقول لك السنة الرسول تجاوز أربعة وتنكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وسلم. لكن القضية لما تزيد عن كده، يعني مثلا هو يثبت ثلاثة ويغير في واحدة، فالواحدة دي تغير كل ست شهور، ما بتقعدش الحرمه قد الجلابيه بتاعته او قد التوب بتاعه. يعني الشيخ يعقوب عنده كم زوجه مثلا؟ والله انا ما اعرف اعرفه ان يوم استضافني الشيخ يعقوب كان بيقول لي ان هو بيتجوز الثامنه تقريبا. ده الكلام ده من حوالي 12 سنه، انما الوقت ممكن وصلوا ل 20 او 22 او حاجه زي كده يعني. اخد بالك ازاي؟ الاولين مثبتهم لكن التغيير في الرابعه. التغير في الرابعه تقعد شهر شهرين ست شهور ويمشيها ويجيب واحده ثانيه. اخد بالك ازاي؟ القضيه كلها هيقول لك دي خصوصيات الشيخ، واحنا ما بناخدش خصوصيات الشيخ، لكن الكلام ده لكن دينيا غير مقبول. لا من باب اولا، هل فيه شيخ زاهد في الدنيا؟ الله يكون ده منطلقه. طب احنا سيبنا ايه للشيعه في جواز المتعه؟ ما هو جواز الشيعه بيقعدوا شهرين ثلاثه ويمشوها، وبعدين دي بعد ما بتمشي بتروح فين؟ ان شاء الله. يعني الاخت اللي هي اتجوزها بعد ما بتمشي دي بتروح فين؟ صحيح. هل بيتكفل الشيخ بها؟ ممكن بيتكفل بها. طب هي ها؟ صحيح. حاجة تانية كمان، هل بيخلف منها ولا بيبقى جواز من غير خلف؟ دي قضية تانية، مشكلة تانية. أمور فعلا تبكي. أخد بالك إزاي؟ حاجات خاصة بهم والله هم حرين فيها، لكن أنا بقول لك دي إحنا أنا لا نرضاها لمن يقود الناس ويأخذ هذه المصداقية اللي يقول لك ده مصداقيتهم ضخمة عند الناس والناس بتحبهم. لان الناس ما تعرفش هذه الحقائق. فاحنا لو سكتنا عليها وقلنا لا خلي الكلام ده مفيش داعي عشان صورتنا وما صورتنا، او زي ما الاخ اللي هو كان في قناه الناس بيقول لي اتصل بالشيخ محمد حسان وكلمه كلمتين طيب خاطره عشان الفيديو اللي نزل، والفيديو اللي نزل اخ اسمه مجدي شبان. نعم. فانا بقول له يا اخي يعني انا قلت الكلام ده هو عشان يصوبوا اوضاعه ويتقوا الله في انفسهم. نعم. فهل يلام فيه الدكتور محمود عشان نصحهم، ولا يلام فيه الشيخ اللي تجاوز فعل السلوك ويتوب هو ربنا سبحانه وتعالى؟ انت بتتكلم ازاي؟ ناصح ابو المخطئ قال لي بس عشان صورتنا عند الناس. قلت له يا سيدي قلت له تتحرق صورتنا قدام الناس لكن ترفع صوره النبي عليه الصلاه والسلام. الله يحفظك. يرفع الدليل، احنا بشر. ده هو من مصلحته ان يبقى في حاجات زي كده. نعم. ازاي يعني؟ يقول يا جماعه انا اخطات وتبت، هيديله مصداقيه عند الناس. نعم. إنما أن يصور على أنه لا يخطئ فالكمال ينسب له والنقص ينفى عنه من كل العاملين معه في القناة أو من غيره، وإلا يتطرد من القناة ويقول لك امشي بعيد. والله هذا الفعل اللي نعرفه أن التسبيح والتقديس ليس إلا لرب العزة والجلال. نعم. لأن أصل التسبيح إيه والتقديس إيه؟ التسبيح هو التنزيه عن النقص، فأي نقص تنفيه عن الله عز وجل، والتقديس إنك تثبت له صفة الكمال. فأي شيء ثابت لله اسمه تقديس، وأي شيء منفع عن الله نقص. فلما يجي اسمه تنزيه، أي شيء منفع عن الله نسميه تنزيه. فلما يجي واحد يزعل لما تقول فيه الكمال حتى لو ما كانش فيه، لما قلتش فيه الكمال حتى لو ما كانش فيه، ويزعل لو أنت ذكرت له النقص وهو عايزك تنفع عنه النقص، يبقى أنت بتدعو الناس إلى تسبيحك وتقديسك أنت، وليس تسبيح الله وتقديسه. فهي القضية قضية زي أقول لك دلوقتي موازنة اللي يجي يشوفها دلوقتي بين طواغيت خلينا نسميها أو عبادة اللات والعزة. صحيح. في صورة إسلامية. صحيح. زي ما بتشوف دلوقتي برضو قضية الإيه الديمقراطية واللي هم وقفوا منها موقف قبل كده. دلوقتي أنت بتقول لي الحكم لله عز وجل، وكل إنسان مستخلف في الأرض ومطالب بتطبيق حكم الله على نفسه وعلى ما استخلفه واسترعاه، ومالكش دعوة بالباقي إن ما استجابوش لك. أخي بالك إزاي؟ ده اللي قاله ربنا. كلكم، والرسول قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجي واحد يقول لك لا
احنا هنلعب لعبة الديمقراطية معاهم ويبقى الحكم للصندوق ويبقى ننزل للديمقراطية اللي فيها حكم الشعب الايه للشعب. يا عم الشيخ استنى، ده انت بتسمي ده طاغوت، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الحكم لله عز وجل، فازاي تيجي كلك وتسوق كل القنوات الإسلامية؟ لان هو طالما لو محمد حسان كان قال لا من الاول واحنا لنا منهج ثابت وكان قال الكلام ده اسمه يعقوب وغيره ان احنا لنا منهج ثابت ما ينفعش الكلام ده، ورد اخواننا في السلفيين ما كانش ده الحال، لكن دلوقتي انساقت القنوات كلها، فاصبح اللي ما يروحش يودي صوته يبقى آثم، مع ان الديمقراطيه ما بتقسمش في المساله دي او عدمها، ده هم انتوا حرين شاركوا زي ما انتوا شاركوه، ما هوش ده النظام الاسلامي اللي احنا نعرفه. النظام الاسلامي هو تاخدوه تاخدوه، ما تاخدوش يبقى تحمل وزره قدام ربنا سبحانه وتعالى. اتخبلك ازاي اصبح كله الان اخذهم الشيطان في سكه تسمى بسكه ايه؟ توحيد الديمقراطيه لله وطاعه الله، واللي ما يروحش يبقى قاسم واللي ما اعرفش ايه، وقسموا الناس بغير دليل. بمناسبه اللي ما يروحش يبقى قاسم، الانتخابات حضرتك صوتت لحد منه؟ انا لا صوتت لديه ولا لديه، لان انا ارى ان اصلا هذا المبدا مرفوض عندي. تمام. انا بقول لك يا اخي دلوقتي طبق شرع ربنا. تمام. الحكومه مش عايزه تطبق، خلاص يا حكومه تحملوا المسؤوليه قدام ربنا سبحانه وتعالى، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. دي القضيه واضحه. هتقول لي والله ده ممكن العلمانيين يمسكوها والعلمانيين ما يمسكوها، طب يا ربنا جايز ربنا يهدي العلمانيين دول وخلوهم مسلمين. يا اخي انت اللي مزعلك، ما اللي حاربوا النبي عليه السلام خالد بن الوليد وغيره حاربوه في غزوه احد، ووقفوا معاه فين؟ في الفتوحات الاسلاميه، ودخلوا الاسلام ونشروا الاسلام وكل. انت ليه تستبعد دعوه ربنا سبحانه وتعالى؟ انت التزم بالمنهج وسيب تدبير الامور الكونيه لربنا سبحانه وتعالى. هل إن انت محتاج منهم انهم ياخدوا الشكل الصبغه الدينيه بتاعتك؟ الصبغه اللي انت فيها، او حتى على الاقل لو هم مقصرين، فانا واثق جدا جدا ان لو في واحد علماني او ليبرالي هو لو اتكلم من وجهه نظر معاداه للسنه وكده يعني، فهو بيتكلم على اساس ان شايف ان الاسلام مصلحته في كده.